أحبائي الصغار، أهلا ومرحبا بكم بلقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجنا. نلتقي مع بعض اليوم مع يوم 21 مارس، وهذا اليوم أحبائي يعطينا انطباع جميل عن احتفالنا بعيد الأسرة، أسرتنا الحبيبة الواحدة. فبهذه المناسبة أصدقائي، أتمنى دائماً أن هذه الروح الحلوة تكون دائماً معانا، عشان نشعر فعلاً أن احنا قاعدين نمارس ونعيش حياة الأسرة الحلوة السعيدة. ويكفي أن احنا نلتقي بهذا اليوم، و عيد الأسرة يأتي دائما مع الربيع، والربيع يعطينا الانطباع الحلو والمعنى الجميل للي احنا نتمنى ان تكون حياتنا دائما ربيع وحلوة. حبيبتي انت تعلمي. بعد عمر انت والله، تقولي لي شو اسمك اول؟ شين فارس. من اي مدرسة؟ تفوق الخاصة. حبيبتي تحبي مدام التفوق الخاص فحبي ماما، يلا شوف حبيني ونصفق لها كنا صغار. شكرا حبيبتي انت شكرا. اشوف تعالي امي، شنو هذه ماما؟ تعالي انت بعد يمي، اشوف ادني مال ادني لها شوية. الله يخلفني احط الورد هني. تعالي خليني اشوف شنو هذه. تعالي نصفق الحلوة الصغيرين. شو اسمك انت قبل؟ سعاد محمد الأسطم. شنو؟ سعاد محمد الأسطم. سعاد، طيب من أي مدرسة أنت؟ فجر الصباح. من فجر الصباح. طيب شنو الصورة اللي أبيت هذه شنو هي؟ خل أشوف أنا الأول. أمي لقيت هذه الصورة، ها؟ منين جبتي هالصورة؟ صورة منو هذه؟ صورة بعد عمري إن شاء الله. يا حبايبي قولي انت شنو بعد اسمك؟ حمدي. حمدي شنو ولد من هو انت؟ حمدي نحمي بطالع. طيب من اي طالع الكاميرا ماما، من اي مدرسة انت؟ من الأمنة. مدرسة الأمنة ايضا نصفق له مشكور حبيبي. حقيقة أصدقائي إيش أقدر أقول لكم؟ الحب اللي أنتم تحبونها ماما أنيسة، تأكدوا ماما تحبكم أكثر وأكثر، وهي من أنكم دائما ما دام تحبون ماما أنيسة إذا تحبون أمكم في البيت، تطيعونها، تسمعون كلامها، ساعات راح أحس أنكم فعلا تحبون ماما، ودائما إحنا نترجم حبنا لكم بأن إحنا نقدم لكم أحلى ما عندنا، إحنا نبيكم تكونون دائما سعادة مبسوطين ومستأنسين. أحبائي الصغار، مع برنامجنا دائما لكم أنتوا الأشياء الجميلة،
برامجكم اصلا هي منكم ولكم وهي انتوا كاطفال صغار. وبمناسبه عيد الاسره واحتفالاتنا راح نلتقي مع فقره حلوه واللي يقدمونها لنا اصدقاء من مدرسه الامناء الخاصه. نرحب فيهم. نسمع يا امي. يلا يلا امي قوموا عشان يلا حبايبي عشان تسمعون اللي عندكم الاشياء الحين. يلا حبايبي بالعدل بس. أحبائي الصغار، معنى الأسرة وعيد الأسرة وتجسيمنا لاحتفالات بهذا العيد. طبعا الأسرة هذا الشعور اللي نحن نشعره في بلدنا الحبيبة الكويت، تعني لنا الأمان، الاستقرار، الحنان. ونظام الأسرة الواحدة دائما إحساسنا فيه في هذا البلد الطيب، ونأمل أن يدوم علينا الله سبحانه وتعالى دائما. أحبائي الأسرة هي عماد المجتمع الصالح، والمجتمع الصالح يتكون من الأفراد الصالحين. وأنتم كأطفال صغار نأمل لكم الصلاح دائما من طفولتكم ومن بداية حياتكم. احنا نعرف انه الأب هو رمز الأسرة اللي يرعاها ويتعب ويشقى علشان يوفر لأفراد أسرته الحياة الكريمة الطيبة. أيضا الأم هي رمز وعماد هذه الأسرة أيضا، لأنها تسهر وتتعب وتشقى من أجل راحتنا وسلامتنا. وإحنا دائما نقدم التقدير والحب لهذه الأسرة الطيبة، وأتمنى لكم دائما الحياة الحلوة. أصدقائي راح نشوف الآن مشهد تمثيلي
عبارة عن يعطينا فكرة أو صورة مبسطة عن معنى الأسرة. تعالوا نشوف مع بعض. بالمناسبة اللي قدموا لنا المشهد اللي شفناه مع بعض عن الأسرة كانوا الفنانين حورية سامي والفنان حسين البدر وإخوانكم الأطفال أخلاص عبد الله محمد وبدر عبد الله محمد. أصدقائي، أجمل كلمة على لسان أي إنسان كبير ولا صغير دائما هي كلمة الأم، ومهما قلنا إن إحنا بنحتفل بعيد الأسرة نرجع ونقول احتفالنا بعيد الأسرة يعطينا معنى للأمومة الحلوة الصادقة واللي إحنا دائما نحسها كأطفال بحنان الأم في البيت، بحنان الأبلة في المدرسة، بحنان الأستاذ علينا، برعاية كل إنسان كبير لنا. دائما نشعر بهذا الشعور، شعور المحبة والوفاء والصدق. أحبائي، دائما مثل ما نقول إن الأطفال ما يتحجون إلا عن الأم، لأنكم أنتم دائما مع أمهاتكم تحسون بحنانها برعايتها. طيب إحنا لما نشوف هذه الإنسانة تعطينا كل الحب وكل الحنان، شنو اللي ممكن نعطيها إحنا؟ إحنا نعطيها الطاعة، نعطيها إن إحنا نسمع كلمتها، نريحها، ما نزعلها أبدا، لأن رضا الله سبحانه وتعالى من رضا الوالدين، رضا الأم ورضا الأبو. الأسرة أيضا تعني عندنا بالنسبة لنا كأطفال الأم والأبو، اليدة واليد اللي هم أبونا وأمنا الكبار، تعني أيضا العمات وخالاتنا وخوالنا وعمامنا وكل الأقارب. إذن أسرتنا واحدة مترابطة متماسكة، وإحنا مثل ما قلت في الأول في بلدنا الحيبة الكويت معنى الأسرة عندنا نشعر فيه، لأن إحنا نحس في الأمير بالنسبة لنا مثل الأبو يرعانا جميعا. إذن شعور الأسرة الواحدة موجود دائما معانا، وأتمنى دائما لكم الحياة الأسرية السعيدة. أصدقائي، الحين معانا مثل ما شايفين مجموعة من الأطفال وكلهم جايين غرضهم إنهم يسعدونكم بالأشياء اللي هم بيقدمونها لكم. والحق الأطفال اللي حوالي مجموعة من مدرسة روضة أسامة بن زيد ويو هني مخصوص علشان يقدمون لكم أحلى ما عندهم عبارة عن هدية لكم بعيد الأسرة. تعالوا نشوف هذا الأكبريت مع بعض. يلا يلا بينا.
مخلصا هل تقبلين؟ هل تقبلين؟ أنتم هنا يوم بهجتي، أنتم وربي نعمتي، يا فرحتي بأحبتي، يا فرحتي يا فرحتي يا أم عليكم. كلمة حلوة أقولها ليكم بتخلي الناس ترضى عليكم، كلمة حلوة أقولها ليكم بتخلي الناس ترضى عليكم. أول فرض عليكم يا عيالي حب وطننا الغالي علينا، أول فرض عليكم يا عيالي حب وطننا الغالي علينا، حب أمتنا العربية اللي تجمع كل أهلينا، حب أمتنا العربية اللي تجمع كل أهلينا. قول يا ماما قول يا ماما والله كلامك حلو يا ماما، قول يا ماما قول يا ماما والله كلامك حلو يا ماما. حب الناس حب الناس يحبكم وقت الشدة، وقت الشدة يساعدكم. حب الناس حب الناس يحبكم وقت الشدة، وقت الشدة يساعدكم. كنوا صادقين بأقوالكم، حافظوا على كتبكم وكلامكم، كنوا صادقين بأقوالكم، حافظوا على كتبكم وكلامكم. يرضى عليكم الرحمن وتصيروا أطفال شاطرين. الحقيقة أصدقائنا الصغار هذول أطفال روضة أسامة بن زيد يستاهلون كل الشكر، لأنهم أعطونا درس من أطفال حلوين، درس بمعنى شلون إحنا نحب أمهاتنا، وشلون نكون لما نسمع كلامهم نفهم المعنى اللي قالوا نحن نكون صادقين. ودائما أحب الصغار نظافة القلب
ونظافة الإنسان هي اللي واجبة. لما يكون الإنسان صادق مع نفسه، مخلص مع نفسه، راح يكون مخلص وصادق حتى مع الناس الآخرين. أحبائي، الحقيقة اليوم مجموعة من أصدقائكم الصغار بعثوا لي صور تعبر عن فرحتهم أو عن مشاعرهم بعيد الأسرة، وإحنا اخترنا مجموعة من هذه الصور. راح أقول لكم الآن اللوحات هذه، نعرض عليكم أسماء الأطفال اللي بعثوها، وأقول لكم إن إحنا راح نسحب ورقتين أو ثلاث، المهم واحدة من اللوحات اللي راح تكون فائزة معانا راح تكون الهدية المرة هذه للأم. يعني الطفل اللي يطلع اسمه راح يأخذ هو جائزة، والأم أيضا راح تأخذ جائزة. وفي اللوحة الثانية طبعا راح أيضا صاحبها أو صاحبتها تأخذ هي الجائزة. الحين نستعرض مع بعض صور فنانين الصغار ومع اللوحة الأولى. أحبائي الصغار، ومع اللوحة الأولى واللوحة اللي بنشوفها قدامنا لأختكم هدى سعيد الزعبي. رقم 2 لأختكم مي أسعد حميدة. رقم 4 لأمل إسماعيل. حياة عبد الله مصلح. ميثا علي عبد الله. مريم جوزيف. نادية حسن شهري. منى عمر نصيف. أحلام رياض. أحلام رياض. رقم 11 لعائشة نصيف. اللوحة الجديدة من الحين لأختكم باسمة توفيق رشيد. آخر لوحة الحين راح نشوفها هي لأختكم وداد محمد عيسى. وداد محمد عيسى طبعا احنا
عندنا أصدقاء الصغار 13 لوحة، الحين راح نسحب منهم ورقتين مثل ما قلنا، واحدة أول واحدة راح يفوز أو تفوز صاحبتها راح يأخذون الطفل أو الطفلة والأم راح يأخذون جائزة، واللوحة الثانية للطفل أو الطفلة هو اللي راح يأخذ جائزته. ممكن حبيبتي صغيرونا أنت تسحبي لي واحدة، وأنت اليمها تعطيني واحدة بعد. شكرا. نحط هذه هنا، تعرفون تقرونها؟ يلا هم طبعا كبار اسم الله، عن ثقة. نعم ها شاطرين. أعطيني أنت مريم جوزيف. طيب ممكن نشوف لو سمحت رقم 7 مريم جوزيف، رقم 7 مريم جوزيف. وانت حبيبتي باسمة توفيق. باسمة توفيق رشيد. هني اعتقد باسمة توفيق رشيد الاسم كامل. ايوه رقم 12 باسمة توفيق رشيد. تعطيني رقم 7 مريم جوزيف ورقم 12 باسمة توفيق رشيد. رقم 7 ورقم 12 نبي نشوفهم. مريم جوزيف رقم 7 ورقم 12 باسمة توفيق رشيد. هم هذول الأطفال اللي فازوا معانا، فنصفق لهم ونتمنى لكم دائما. أصدقائي الصغار، ديننا الإسلامي الحنيف حثنا دائما على طاعة الوالدين وعلى جمع شمل الأسرة، ولأن هذه الكلام اللي نقوله دائما، الأسرة هي أساس المجتمع، والأسرة الصالحة اللي أفرادها صالحين هي اللي تكون ضمن المجتمع الصالح، أصلا هي تكون بداية لمجتمع صالح. ويكفي الأم أصدقائي الصغار فخر وتكريم إن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وضع الجنة تحت أقدامها بالحديث الشريف، الجنة تحت أقدام الأمهات. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز وهو خير القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. طبعا هذا الكلام يعطينا معنى كبير لطاعة الوالدين. إذا احنا نعرف هذا الشيء ونحترم آبائنا وأمهاتنا ونطيعهم، لأن رضا الله سبحانه وتعالى من رضا الوالدين. أصدقائي الصغار، طالبات مدرسة التفوق الخاصة يوهن عندنا عشان يشتركون معانا باحتفالاتنا بعيد الأسرة، وراح يقدمون لنا هذا المشهد الحلو اللي يضم الغناء والرقص والموسيقى باحتفالاتنا بعيد الأسرة. تعالوا نشوف كلنا مع بعض، ويلا حبايبي. Thank you.
احبائي الصغار، احب اذكر الاطفال اللي فازوا في معانا قبل شوي طلعت اسمائهم ضمن لوحات، انهم يتصلون بالاخت ساميه محمد بالتلفزيون علشان ياخذون جوائزهم، والطفل شرط يجيب امه معاه علشان تاخذ الجائزه، والجائزه الحقيقه راح تكون عباره عن اولا بلقانا مع الاخت امينه خيري. اهلا اخت امينه، وكل عام وانت بخير. والحقيقه دائما الاطفال سعداء جدا بانهم حتى لو ما هم اشتغلوا الاشياء هذه بدينهم، بعض الاطفال الصغار بيكونوا سعداء بان الاشياء اللي انت تعملينها والافكار الحلوه هذه يحاولون يساعدون فيها، بنفس الوقت يعطونها هدايا، يعني الاكبر يشتغل ويعطيه هديه. واعتقد الهديه اللي راح نقدمها للام اللي راح طلع اسم الطفل قبل شويه وقلنا امه تيجي تاخذها عباره عن هذه الفكره الحلوه اللي راح تقدمها لنا الاخت امينه خيري. الحقيقة هي فكرة بسيطة برضو، يبدو إنها يعني لأنها مفرش طاولة، يبدو إنها مثلا نقول دي واحد كبير لازم يعملها، إنما هي فكرة سهلة جدا. وبمناسبة عيد الأسرة طبعا في برنامج الأطفال دايما بنشارك في الفقرة اللي أنا بعملها دي بإن إحنا بندي هدية، فبحاول إن أنا أجد هدية مناسبة تصلح للبيت ككل، يعني للأسرة كل افراد الاسره يستمتعوا بيها. مفرش طاوله عباره عن مستطيل، وزي ما انتم شايفين شريط محطوط عليه. الشريط ده بيتوقف على الذوق طبعا وعلى حجم او حجم الشريط، حجم المفرش نفسه او حجم الطاوله، والذوق في ترتيبه يعني ممكن تشكيله يتوقف برضو على امكانيه البنت اللي بتعمله. في الواقع مش هنحتاج اكتر من مستطيل، فطبعا انا علشان اشتغل هنا مش هاخد المستطيل الكبير ده، اخد مستطيل اصغر شويه، وعلشان اوريكم قد ايه انه بسيط وسهل. مش طبعا مش ممكن انتوا تعملوه في يعني العيد الاسره في وقت في نفس اليوم او حاجه قبلها بيوم، ممكن ان انتوا تعملوه، لكن للمرات الجايه ممكن تستفيدوا بعمل افكار بسيطه كده للبيت. فبناخد المستطيل، المستطيل طبعا حسب حجم الطاوله زي ما بقول، وشريط. الشريط يمكن غالي شويه، انما هو المفارش اللي معموله بالمخمل دي يجب انها تكون طبعا لو تشتروها جاهزه من المحلات هتجدوا انها غاليه جدا، لما بالطريقه دي مش مهما كان الشريط غالي مش هيكلف كتير اذا انتوا بتعملوه. فمش عايز اكتر من ان احنا نركب الشريط على الأطراف، مش عايز لا بطانة أو أي شيء المفرش، بس شريط. أهم حاجة فيه إن احنا هوريكم إزاي عند الأركان. عند الأركان شايفين ركن المفرش هنا، طبعا الشريط لازم يكون نظيف، فبعمله بحركة هنا كده اتنين شوية شايفين بزاوية، حتة زيادة هنا شايفين اعملها زاوية بدون مقص، لان لو استعملت المقص في الشريط ده فهينسي هيطلع منه خيط ويبقى شكله جميل. هناخد زاوية كده، طبعا كله معمول باليد، مفيش فيه يعني خياطة على ماكينة الخياطة لانه سهل، البنات ممكن يعملوه. شايفين؟ وتزيينه في الأركان أو بالشكل اللي انتوا تحبوه، ممكن برضو حسب الذوق. المخمل جميل وفي ألوان كتير مختلفة مع الشريط الذهبي أو الفضي من نوع عريض. يديني مفرش تشتروه يكلف كتير، تعملوه بايديكم ما ياخدش كمان منكم اي وقت طويل. شايفين عند الزاويه بتنيها شويه للداخل، طبعا بلون احمر او لون القماش اللي انا بعمل منه المخمل استعمل الخيط. افتكر انه واضح وسهل، دايما بعمل انا حاجات بسيطة وحاجات ممكن كل الاطفال انهم يعملوها او البنات في المرحلة المتوسطة،
إنما دي لأن إحنا بنشارك في مناسبة، مناسبة عيد الأسرة، بإن إحنا ندي هدية للأسرة كلها. شايفين؟ ويبقى عندي المفرش جميل لطاولة في الصالون أو في المكان اللي تحبوا يكون فيه طاولة تستعملوها دايما للشاي للقهوة. بعدين في الأركان هنا ممكن نحط الشريط، نقصقص الشرايط قد بعض على شرط يكونوا كلهم بزوايا واحدة، يعني زوايا متساوية بحيث إنه يبقى شكل جميل. افتكر ما فيش ابسط من كده، مستطيل وبنعمل له شريط. اللي مخليه جميل الشريط والخام نفسه المخمل، لكن الفكره سهله في الاخر بتحصلوا على مفرش جميل ورخيص ومن صنع ايديكم. كل سنه وانتم طيبين. ايش رايكم اصدقائي الصغار؟ هدية البرنامج حلوة، هدية فنان الصغير اللي راح تاخذها الام حلوة اللي عملتها امينة خيري. اذا تصفيق حيل للي فازت واللي سوت. احبائي الصغار مرة ثانية لنا لقاء مع اخوانكم الاطفال من مدرسة الامناء الخاصة، وهذه الفقرة الحلوة ايضا تعطينا معنى جميل ولطيف عن محبتنا في عيد الأسرة. Bye.
احبائي الصغار، في نهايه برنامجنا نشكر كل الاطفال اللي تعاونوا معنا من مدرسه الامناء الخاصه ومدرسه روضه اسامه بن زيد ومدرسه التفوق وكل الضيوف اللي هنا عندنا. والحقيقه دائما اتمنى تكون حياتكم كلها عباره عن احتفالات. وما اوصيكم لما اقول لكم طيعوا الام والابو، لان رضاهم وطاعتهم من رضا وطاعه الله سبحانه وتعالى. ودائما اتمنى لكم الحياه الحلوه. شكرا لكم احبائي الصغار جميعا، والى لقاء وحلقه قادمه، ومع السلامه.